يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بالحسن وضعت سليلة وبشروا بعلي الهادي وقع ساجد يشكر الله ورفع راسه وهو ينادي الله صل على محمد. وين ابو القائم بشوفا يا بنات الهاشميه وين جنتي يا حكيمه ما تجيب الحسن يا حبيبي ليا هذا يا اختي صفوه الله والد الشمس المضيه وهذا يا بنت النجابة خليفتي وسيد أولادي الله صل على محمد سادتي يا سليل انتين وابنك اسمع فرج الله بكم همومي وقرت عيوني بنجيبي يوم شفته قبل قولوها يومي هذا من لحمي وعظمي وهذا دم من دمومي وهذا من روحي وهذا مهجته مهجة أفادي يقول أرد أسوي له ولايم واختصرها للهواشم وادعي الشيعة الصحيحة تشترك وياي لا أزم يا حكيمة الله الله اليوم في تسوي ولايم وكتب للشيعة وجالم وقبلوا منا الأيادي وفتح ديوانا وبسط للوفد ركن الشريعة ولجل ميلاد المشكر ضيف الهادي قولوها الشيعة وللحسن وابنه القائم جدد الهادي يا حبيب البيعة وقال هذا يصير منا المنتظر خاتم أجدادي سادتي هللت فرحة
حكيمة. اسمع، وراحت تبشر سليلة قالت لها حمدي يا الله جاتك من الله. يلا حبيبي اللي يقولها لدينار. هللت فرحة حكيمة وراحت تبشر سليلة قالت لها حمدي يا الله جاتك من الله وسيلة شبلك مبارك والله سلمك ويا رسولا. في آية في القرآن الجماعة يشكلون على إنه يقولون هذا وش يسمونه؟ غلو. شلون الرسول هو اللي يسلم هاي الوالدة وهي سليل أم الإمام عليه السلام؟ في آية في القرآن الآن في معرض ذكر هذا المعنى هكذا تقول لولا أغناهم الله ورسوله. يعني ما اختصرت على الباري جل وعلا. إذا تفتحون تتأكدون من الآية لولا أغناهم الله ورسوله من فضله. ملتفتين للمعنى أحبتي؟ الآية تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يعني من بركات وجوده أنه سبب من أسباب ماذا؟ الرزق والخير والبركة وما إلى ذلك. كل جماعة يقولون أنتم مشركين مع أنه قرآن، يعني بتقول رواية تحتمل الصدق تحتمل الكذب، هذا قرآن. ويا ليت أحد الإخوة يعني يفتح على اليوتيوب أو الجوجل وتشوف الآية. يقول هللت فرحة حكيمة وراحت تبشر سليلة قالت لها حمدي يا الله جاتك من الله وسيلة شبلك مبارك والله سلمك ويا رسولا. ما تجيبين بشوفا يريد ينظر له سنادي اسمع حمدة الباري سليلة وبيدها شالت شبلها واخدت منها حكيمة وشافت انوارا. يلا حبيبي فيها دينار بركة من عند الإمام العسكري. حمدة الباري سليلة وبيدها شالت شبلها واخدت منها حكيمة وشافت أنوارا. إيه حبيبي صلوا على محمد وآل محمد. ودهلها دهلها وراحت تهلل لأخوها وهللت جملة يا أخي هذه سهلة أهلها وقام ينادبها أخوها هل ولد قصدي ومرادي. الله هذا من صلبة دخرنا وعمد دالتنا وعلمنا. اسمع هذا والد حجة الله اللي يزيل الضيم عنا عنا. يقول هذا شبل يشيل سيفه وينتقم ممن ظلمنا Yeah.
يمت قائمنا نشوفه يصول من وادي لوادي. يلا بعرج اياكم على الهوسات بميلاد ابوك العسكر نهنيك وياي لولا بميلاد ابوك العسكر نهنيك يا من كل الامل والخير بيكولك يا المهدي يا مولانا ترم تانيك اخوتي ها تحضر ويانا هالمحفل تحضر وي إيه تحضر ويانا كوكب من كواكب بيت هادينا ظهر يضوي السماء علقوها لز ما اسمع ظهر يضوي السماء علقوها لز حسن العسكري فاحت ريا حسن العسكري فاحت ريا ها ها هنوا الكرار وهادينا هنوا إيه هنوا الكرار نريد وياك نمشي ننتظر ملكاك السامر ونقيم الاحتفال هناك حبيبي سهلة وما عليها دينار هذه يا حبيبي الله يا شيخ علي ها يقول فرحة بالحسن أرض وسماء ها واملاك هني قال الشاعر وافلاك هل نور علينا وخيراته هل نور جواب هل نور علينا شاهد سيد القبة اللي فاه الجور جور الظالمين لكم يا عالي السور اظهر سيدي وخلي القباب تنور الله ينور قلوبكم ان شاء الله تضوي ها تضوي بنورك ها تضوي بنورك مهدينا تضوي بنورك ايه تضوي بنورك وهذا البيت اخر بيت طلع نور الحسن بالكون يتلاله ابو المهدي الامام وخير يبراله والزاير اله محظوظ ها يلا حبيبي هذا الدينار عليك ابو علي طلع نور الحسن بالكون يتلاله ابو المهدي امام وخير يبراله قولها والزاير اله محظوظ والزاير اله محظوظ هن يا للزاير مولانا هن يا لل إيه هن يا للزاير يقول بسمة بسمك انتشر نور الجليل وسطاع بسمك بسمك ثغرك باسم ويا محلى بسمك بسمك هالليل الحفل معقود بسمك بسمك ونورك يا حسن شعل وطيا وصلي وصلي الخير بفضل من حبكم وصلي وصلي وصوم أنا بهدايتكم وصلي وصلي يا ربي اقبل مساعينا وصلي وصلي على العسكري وجده سويه
ثاني يرحمكم الله. ثالث اغفر الله لكم، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وارحمنا يا ربي بمحمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وتوفنا على ملتهم يا كريم. نبارك لكم أحبتي هذه الليلة المباركة التي تطل علينا بخيراتها وببركاتها، وذلك بميلاد الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، سائلين من الله تعالى بجاهه في هذا المقام أن يفرج عنا إن شاء الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي، سيرة الإمام مليئة بالدروس، مليئة بالعبر، مع الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها الإمام، فقد ولد صلوات الله وسلامه عليه سنة 232 للهجرة، واستشهد عليه السلام 260 للهجرة. يعني إذا طرحنا من الرقم الأول الرقم الثاني يكون الناتج 28 في عمر الورد، في عمر العطاء، في عمر الزهور. ولكن ملأ الساحة بعلمه كأوسع وكأعمق وكأنقى ما تكون هذه الكلمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وهذه المسؤولية التي دائما وأبدا نشير ونؤكد عليها، أن يتحمل كل فرد منا مسؤوليته. كلكم راع وكلكم ماذا؟ مسؤول عن رعيته. فوصايا الإمام عليه السلام بالإضافة إلى مواقفه هي من الدروس المهمة التي ينبغي التأكيد عليها دائما وأبدا. وفي هذا المقام نذكر بوصية من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، لأنها ترتبط ارتباط مباشر بواقعنا الذي نعيشه، وكيف هو الإمام عليه السلام يؤكد على بعض المبادئ والقيم الإسلامية العظيمة التي ينبغي علينا أن نلتزم بها، لأن مسألة الولاية لأهل البيت عليهم السلام تفرض علينا أحبتي أن نتزود واقعا من تلك السيرة ونأخذ بذلك المنهج الذي نهجه. فالإمام عليه السلام يوصي في إحدى وصاياه: أوصيكم بتقوى الله. شنو معنات التقوى؟ دائما كنا نأكد على هاي المسألة ونقول بأن التقوى باختصار أن تقول لكل واجب نعم ولكل حرام لا. صار وقت الواجب أبادر لأداء الواجب، صار وقت الحرام تهيئت الظروف لارتكاب الحرام، أقول لذلك الحرام لا يمكن الدخول في هذا الباب. هذا المختصر المفيد. ولهذا أهل البيت دائما يوصون، دائما في بداية وصيتهم يؤكدون على التقوى، كلمة صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في معناها. أوصيكم بتقوى الله بعد والورع في دينكم، أن يعيش الإنسان الورع، وهذه صفة يعني فيها الكثير من الأمثلة التي ينبغي أن يستفاد منها. وبالتالي على الإنسان أن يكون ورعا في دينه، احتط لدينك دائما وأبدا، تعيش صفة الورع، معنى ذلك أنك تلتزم بكل ما أمر الله تبارك وتعالى وتبتعد عن كل نواهيه. بعد الاجتهاد لله تبارك وتعالى، الاجتهاد لله. ما عليه أنتم أحبتي من حضور ومشاركة فاعلة، هذا نوع من أنواع الاجتهاد لله تبارك وتعالى، لأنكم تتقربون إلى الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لقمان الحكيم يقول لابنه: بني اختر المجالس على عينك، فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تكن عالما نفعك علمك، وإن تكن جاهلا علموك، ولعل الله تبارك وتعالى يضلهم برحمته فتعمك معهم يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يزيدوك جهلا، ولعل الله تبارك وتعالى يضلهم بعقوبته فتعمك معهم. إذن أحبتي المسألة مهمة جدا، أن يتأمل الإنسان في كل حركة ويجتهد لله. فبإمكانكم هذه الليلة تجلسون في بسطة هنا وبسطة هناك أو مع أهاليكم، ولكنكم اجتهدتم وحضرتم فهنيئا لكم. نسأل من الله قبول عملكم إن شاء الله والإخلاص في هذا الحضور الموفق. في
ثم يقول الإمام عليه السلام وصدق الحديث بعد مسألة الاجتهاد لله وصدق الحديث أن نكون الصادقين فيما نقول، أن نكون الصادقين فيما نفعل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من هم الصادقين، هم محمد وآل محمد. ولكن هناك مشكلة يعيشها البعض اليوم، اعتاد على الكذب، فهو يكذب كما يشرب الماء ولا يتردد في ذلك. تتصل عليه مثلا انت في وين، قال انا هني قريب عند الدوار او عند الإشارة هني في توبلي، وتلاقي هو في وين، يمكن في مدينة حمد مثل ما تفضل الاخ، اعتاد. او له النوب واحد مقاول عنده 6 عمال وماخذ له 4 مشاريع، وين عمالك اليوم؟ قالوا ما ادري وش ماكلين سم، كلهم في المستشفى مفلتين، وهو لا مودنهم مكان ثاني بس يبغى يمشي اموره. على اي حال احبتي، وصدق الحديث ان نكون الصادقين. بعد واداء الامانه الى من ائتمنكم من بر وفاجر. امانه هذه سواء كانت امانه مال او لا، أمانة سر مثلا، واحد قال لك هذا سر بيني وبينك، أنت بعد تروح تقول له واحد عزيز على خاطرك وثقة عندك هذا بيني وبينك، صارت أمانة هذه؟ صار هذا سر؟ لا، مو هذا يعني أمان عطاك لما يقول لك بينك وبيني أو بيني وبينك مثلا. النتيجة أنت لا تروح تخبر بعد فلان وعلان لأنه عزيز على خاطرك وقريب منك، ملتفتين؟ أداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر وفاجر. بعد قال وطول السجود، شبابنا حافظوا على سجود الشكر أحبتي، سجود الشكر. لما واحد قال لك سجد سجدة الشكر، لا تقول والله إلا مستحب، تعال تنظر لهذا المستحب. دخل واحد من الشباب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله والناس ويكثر مالي ويصح بدني ويطول عمري ويحشرني الله معك يوم القيامة. قال أيها الشاب، إذا أردت أن يحبك الله فخافه واتقه، إذا أردت أن يحبك الناس فاقطع الطمع عما في أيديهم، لا يكون لك أمل عند مخلوق، فليكن أملك عند من؟ عند الخالق جل وعلا. إذا أردت أن يصح بدنك فعليك بالصوم، إذا أردت أن يثرى مالك فعليك بالصدقة، إذا أردت أن يطول عمرك فعليك بصلة الأرحام. بعد موضع شاهدنا، إذا أردت أن يحشرك الله معي يوم القيامة فعليك بطول السجود لله تبارك وتعالى. والإمام زين العابدين عليه السلام إذا قارين كيفية يعني الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، يصيح إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حراسها وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي، يطلب الإمام مغفرة. بعد وترحمني، ثم بعد طلب المغفرة والرحمة يطلب الإمام ماذا؟ وتريني وجه جدي محمد. نعم أحبتي، وتريني وجه جدي. فالإمام عليه السلام يسأل من الله تبارك وتعالى أن يرى وجه جده، أن يريه وجه جده. يعني إذا كان الإمام يطلب هذا الطلب وأنت تحب تحشر مع النبي لولا أيها الشاب، في شرط، إذا أردت أن يحشرك الله معي فعليك بطول السجود، لا تقول إلا مستحب، لا تستهين بالمستحب، عليك يوقع العمل بكل المستحبات قدر الإمكان، وهذا ما يكلف شيء. وشاءت القدرة الإلهية أن يكون الإنسان أقرب ما يكون فيه الإنسان إلى الله في حال ماذا؟ في حال السجود. فلا تحرم نفسك من هذا التوفيق. يقول وطول السجود بعد وحسن الجوار. حسن الجوار أحبتي، ما معنى حسن الجوار؟ كف الأذى عن الجار، لو لا هي في مرتبة أعلى من ذلك، وهي فيها واقعا شدة وصعوبة. ما هو حسن الجوار؟
أحسنت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الصبر على أذى الجار هو يؤديك وأنت تصبر. وهذه صعبة ترى، مو شيء هين. شلون أكون أنا يعني من المحسنين لجي للجار مثلا، هو يؤديني وأنا أصبر؟ اليوم الصبر على أي حال نفذ عند الكثير من الناس. لماذا أحبتي؟ لأن المخالفات أيضا هي كبيرة وبشكل ملفت. فأحد الإخوة على أي حال يخبرني، يقول في مدينة حمد، يقول جارنا أولاده فاتحين لهم كراج في وسط المنطقة في وسط الفريق، وأصوات وإزعاج وكذا. يقول كلمتهم، قالوا إن تكلمت مرة ثانية حرقناك أنت بالبيت. يعني لاحظوا لهذا الموصول، بعض الناس ما عندهم يعني التفات إلى هاي المسألة ويحتاجون واقعا، لأنه مسألة الجيرية. يقول الإمام علي عليه السلام: كان النبي أو لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه لهذا الموصول. يعني مو شيء هين مسألة الجار. ولهذا يعني يقول الإمام: وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. اللهم صل على محمد. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. إشارة إلى من؟ إلى من يختلف معنا. شلون نتعامل ياهم؟ صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. اسمعوا: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اللي يريد يفرح قلب الإمام ها يلتفت إلى كل هذه الصفات. يقول: فيسرني ذلك. كونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة، ادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فلسنا كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وتلاوة القرآن والصلاة على النبي محمد. فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. خلونا نسلم على الإمام: السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وصل على محمد وآل محمد. يلا بأعلى أصواتكم أفضل الصلاة: علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، أئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. قال: ولما كانت ولادة سيدنا ومولانا الإمام الحادي عشر وسبط سيد البشر وشافع المحشر ووالد الخلف المنتظر،
السيد الرضي والإمام الزكي أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام. ما تعاقبت الليالي والأيام يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. جواب قال: ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهره على عباده وأن يكون علما وهاديا ودليلا على العباد من قبله، حملت به أمه السيدة النجيبة المكرمة الفاضلة السيدة سليل. يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. هذا وكلما قرب وقت الولادة ازدادت نورا وبهاء وكمالا وجمالا. يا سامعين النظام، استعدوا للقيام. إلى أن جاءت تلك الليلة المباركة وهي ليلة الثامن من ربيع الثاني، وقد امتلأ البيت الهاشمي نورا وشع فيه الضياء وتهلل وجه أمه فرحا، فبيناهم كذلك وإذا بأنوار تسطع إلى عنان السماء، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة. بالعصر والزمان صاحب العصر والزمان وكل بياض متباركين. الله يعودكم يتقبل أعمالكم يصلح أحوالكم ويحقق أمانيكم يرضى عنكم إن شاء الله. وبيتين ثلاثة من هاي القصيدة وبيتين ثلاثة من قصيدة ثانية تبي هوسة جرداف قريب جرداف قريب راح اطول عليهم اشلخهم ما يصير. للعسكري ميلاد خلى البلد اعياد، اهلا بخير الملا هالليله ميلاده. هالليله ما اسمع هالليله ميلاده. يقول للعسكري ميلاد خلى البلد اعياد، اهلا بخير الملا هلل ميلاد. يلا حبيبي جواب، اهلا بخير ال هلل ميلاد. اسمع والد المهدي الليله اهلا بنوره وجماله، عمت العالم انواره من صفاته ومن خصاله، مولده نعمه عظيمه منحه من رب الجلال. يقول واحنا متمسكين طول العمر بالهادي وآله. قولوا هذا البيت، واحنا متمسكين طول العمر بالهادي. يا الله بالعسكري المبرور، الليلة القلب مسرور والفرح عم البشر. هلا ايه
والفرح عم البشر والف يا أبو المهد السعادة عمة العالم الليلة الله يسعدكم دنيا وآخرة انت واجدادك إلينا المنقذ وأعظم وسيلة وانت للمؤمن بشارة وانت للحاير دليلة وهذه الليلة بنورك مشرقة وحلوة جميلة يقول لو أعطيكم الليلة النفس تخلصون الدنانير كلها يقول المهدي المغوار من صلب أبو الأحرار والد أهل عسكري هلا ما أسمع والد أهل عسكري يقول يلا احفظنا بوطننا وانشر افضالك علينا يا الله في سلام وامن خلنا بجاه ابو المهدي ولينا واغني المحتاج وانشر رحمتك في كل مدي اي حبيبي وياي من ثمار الآل نلنا ومن نهرهم ارتوى ثبت لنا الأقدام في دوحة الأكرام وارحمنا بالعسكري هلا في جواب وارحمنا بالعسكري شافي الأمراض كلها والعلل ربي يكشفها والأسير رد الهلا والأمة وفقها لهدفها يا الله العسكري وآل للأمة تاجها وعالي شرفها يلا أبغاها من عندكم هذه يقول ربي وارزقنا الجنة وسكننا فيه ها يلا اللي يقولها لدينار بطلع الدينار يلا حبيبي الله يعودكم إن شاء الله بعيد البيت يلا وهو سهلة ترى إذا تحطون بالكم شوية بس يقول شافي الأمراض كلها والعلل ربي اكشفها والأسير رد الهلا والأمة وفقها لهدفها العسكري وآل للأمة تاجها وعالي شرفها بعد ربي يرزقنا الجنة وسكننا في منو قال غرفة صلوا على محمد وآل محمد اللي قال غرفة يقوم ياخذ الدينار بركة بركة مو من عندي من عند الإمام العسكري صلوا على محمد وآل محمد وانصر أهل الإسلام على أذى الظلام بالعسكري العظيم هلا ما اسمع بالعسكري العظيم فيكم بعد الشدة الرد ضعيف صار يعني ما فيكم شدة خلاص يلا يا جماعة مو مشكلة بيتين ثلاثة نور العسكري أشرق علينا أهلا يا ولينا فرحت بيك كل قرية ومدينة أهلا يا ولينا
يقول نور العسكري اشرق علينا اهلا يا ولي. الله يخلي الاصوات فرحة بك كل قرية ومدينة. اهلا اهلا يا نوروا الليل المآتم زينوا كل المنابر رشوا الماء ورد دوروا على العالم بالمباخر المباخر وهذه سهلة ما فيها دينار. قولوا الليل انولى التاج المكارم والمفاخر. يقول ابو المهدي هل نورا جواب ايه وكل قلب زايد سرورا. ايه وهذه الفرحة الكبيرة عمت العالم سوية والهوسة يا حبيبي اخوتي ها. من يقدر يضاهي فضله من ما اسمع ايه من يقدر يضاهي. واجينا الليله بالبهجه اجينا للوالي اعتنينا نهني المهدي وين قير له عيونه. يلا اهلا اهلا يا ربي بحق ابو المهدي الطفو واغفر ذنبنا والمرضى يا رب ها والمرض يا رب شيله واحفظ برحمه شعبنا واجمع الكلمه وخلنا نفرح ويزدهر حبنا. جود يا راعي المكارم ايه جواب بالعسكر نور العوالم ويبقى دين الله حاكم في الملاب حكمه تدينا. يا الله يا رب واحفظ أمتنا يا رب واحفظ يا رب واحفظ لا تفترق هالأمة الأمينة ولا يشمت عدونا وكلنا نصيح في بهجة مبينة. أهلا أهلا يا وهذا البيت الأخير وصاحب الدين اقضي دينا ربي يوسع في ماله والذي بالسجن قابع ربي فرج له بعجالة بعجالة واللي يريد اكمال دينه وفقه يا ربي الحلالة. يقول يا حبيبي يا شافي كل علة تجينا والشغل للعاطلين يا الله وحرر اللي ساجنين بحق ولي الله وصفية. يا الله يا الله حبيبي وهاي دعوة وش بتقولون يا رب وارحم موتانا يا رب قول ايه يا رب وارحم وهالأفراح رجعها علينا كل عام بولينا وخلنا ننسى الأيام الحزينة. أهلا يا ولينا واسمحوا لنا وبرد دمتنا والله يعودكم إن شاء الله بأعلى أصواتكم أفضل الصلاة.